من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة. لو سألنا سؤال حق الأخوان الرجال من قامت تسوق امرتك هل صرت تتكل عليها؟ طيب نسأل من ناحية ثانية الأخوات النساء، من قمتي تسوقين صار الحمل عليك في البيت والمسؤولية؟ طيب جوابا على الرسالة اللي فوق، تقول الأخت أنه هل السواقة، بما معنى هل السواقة تأثر على أنوثة المرأة؟ طيب تتذكرون كان في مقطع فيديو قبل يمكن 6-7-5-8 سنوات ظهر في أحد المقابلات شخص ما أعرف حقيقة لابس بشت، قال كلمة أنا الصراحة استغربت يعني غير صحيح طبعا، الله ما احترامي له طبعا يعني الله يذكره بالخير، قال بأن المرأة إذا قامت تسوق يرتد المبايض عندها. ما في ربط يا أستاذ العزيز، ما في ربط. هذا واحد. اثنين، السواقة ما لها علاقة بالأنوثة، السواقة العادية، ما تكلم عن السواقة اللي ممكن قد تكون فيها مثلا تسوق تريلا أو شاحنة أو شيء من هالقبيل، ممكن ذي شيء ثاني، أو تشتغلون في الميكانيكا ممكن يعني، لكن كسواقة عادية لا، إلا بالعكس السواقة ضرورة من ضروريات الحياة، وأنصح كل بيت فيه امرأة ربت منزل أو بنت أو أم تسوق حتى لو ما كنت بحاجة للسواقة. يعني الشركات تصنع سيارات يعني تلائم النساء، بعض الأنظمة والقوانين تلائم النساء، يعني طبعا النظام موحد على الكل لكن في بعض الجزئيات البسيطة ممكن. أوكي هذا شيء. الشيء الثاني، إذا المرأة ساقت البيت كله ما يتعطل، خصوصا أن بعض الرجال مساكين دواماتهم بعيدة، شغلة بعيد، شغلة يغيب بالأيام، يغيب بالساعات، وتتعطل البيت، لكن إذا ساقت المرأة. لكن طبعا في المقابل هناك بعض الرجال وهم قلة يصير اتكالي من زوجة تسوق خلاص يخليها تحمل الجمل بما حمل، وهذا خطأ. وكذلك بعض النساء هي من تسوق تشوف ان رجلها قام يعتمد عليها، شافت روحها توهقت كل شيء انا. لازم يكون هناك توازن، يعني ما نقدر طبعا نحكم على الكل لكن لابد يكون هناك توازن. ايضا انت يا المرأة اذا انت قمت تسوقين وطبيعة عمل رجلك ظروف معينة، لا ضير ان انت يعني تساعدينه وتساندينه، ذلي عيالك وذلي بيتك. وانت كذلك يا رجال اذا كانت مرتك تسوق عاد لا يعني تبسطها كل البسط، يعني مو بكل شيء عاد هي، الا طبعا ظروف عملك غير. في بعض الناس مساكين يغيب بالايام وتشوف مرتك تشيل كل شيء حتى دبة الغاز، وبعض مساكين ظروفهم غصبا عليهم، بس في بعضهم وذلي قلة، بعض الرجال انانيين متسدح مع الشباب ولا متكي وروحي انت وجيبي، هذا ذا عديم الرجولة. المهم في المجمل ان القيادة لا تضرب المرأة بل هي مفيدة، في المجمل الانوثة ما لها علاقة بقيادة السيارة، في المجمل والخلاصة انصح الاسر خلوا بناتكم كلهم يسوقون، دمتم بود.